منذ بعض الوقت غارة إسرائيلية على منطقة الضاحية الجنوبية استهدفت مبنى من 4 طبقات دمر بالكامل، وكان هناك أحاديث ومعلومات عن عدد من الإصابات والضحايا. ولكن الأبرز فيما تداولته وسائل الإعلام هو أن العملية استهدفت قياديا في حزب الله، ولا يزال مصيره مجهولا حتى الساعة إذا كانت هذه العملية قد نجحت أو لا. حزب الله يقول إن العملية فشلت، وإسرائيل تصر إلى أن العملية قد حققت مبدغها. الغارة التي نفذت على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قيادي كبير في حزب الله على حد رواية إسرائيل، وهو تحدث عن عدة أسماء، ولكن الاسم الذي استقرت عليه المعلومات كان فؤاد شكر، وهو مسؤول كما قيل عن الصواريخ ودقة الصواريخ وأهداف الصواريخ، وهو من كبار المستشارين لأمين عام حزب الله. ولكن الحقيقة لغاية هذه اللحظة لم تعرف بعد، ولكن أعتقد أن لدى سالم زهران معلومات قد يمكن أن يعطينا إياها في هذا الوقت، قد تفصح عن حقيقة ما حدث في الضاحية الجنوبية منذ بعض الوقت. أستاذ سالم مساء الخير وأهلا بك على قناة المشهد. مساء الخير أستاذ طوني لحضرتك ولكل مشاهدي قناة المشهد. أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم. ماذا حصل منذ بعض الوقت في بيروت، في ضاحية بيروت؟ قبل أن نتكلم عن الدلالة وعن الرد وعن ما قد تؤدي إليه هذه العملية، اليوم لغاية هذه اللحظة دخولي إلى استوديو كانت المعلومات متضاربة حول نجاح عملية الاغتيال أو عدمها، والمستهدف كما يقال اسمه فؤاد شكر أو فؤاد شكر. ما هي معلوماتك عن هذا الموضوع؟ بالبداية الإسرائيلي عبر أكثر من وسيط حاول أن يجري تمويه، وقال بأكثر من تصريح إعلامي في الأيام والساعات السابقة أن الضاحية لن يتم استهدافها. هذا كان جزء من العملية، وقرار الاغتيال في قلب الضاحية الجنوبية برأيي بتحليلي كان متخذ منذ اللحظة الأولى. لكن نعم، حسمت أكثر من مصدر أو حسم أكثر من مصدر لأن من ثواني قبل الحلقة على أن العملية فشلت. نعم، الكادر العسكري المستهدف من قبل إسرائيل كان قد غادر المبنى على ما يبدو قبل ثوان معدودات، وبالتالي نحن نتحدث الآن عن شهيدة مدنية وعن أكثر من 10 جرحى بين متوسط وطفيف، جميعهم من المدنيين وليسوا مجاهدين أو مقاتلين في حزب الله، وليس من ضمنهم أي مسؤول. أما الأسماء فبتعرف الإسرائيلي بكب كذا اسم لحتى يمطر الناس للأسف على مواقع التواصل الاجتماعي من أقرباء وغيرهم يأكدوا أنه الاسم أو مش الاسم. أنا مش رح فوت بلعبة الأسماء، ولو كنت بمتلك لنفسي بالاسم لكن مش رح أقوله لأنه ما بدي يكون عم ساعد الإسرائيلي، لكن في أكد لك أن القيادة في حزب الله العسكري قد نجا، وليس صحيح أنه اسم معروف للعموم. وأساساً إذا بتراقب كل شهداء حزب الله القادة الميدانيين وآخرهم الشهيد أبو طالب وقبله، كلهم كانوا أسماء مجهولة عند العموم، يعرفون عند الاستشهاد. نعم، إسرائيل اليوم تجاوزت الخط الأحمر، قصفت الضاحية الجنوبية، لكن لم يتم استهداف الشخصية أو إصابة الشخصية العسكرية، لكن هذا لا يعني أن القصاص لن يأتي. إن القصاص لن يأتي، يعني أنت عم بتتحدث عن رد لحزب الله يعني على هذه العملية. القصاص سيأتي طبعا. نعم. كون أكيد أستاذ طوني من دون ما تسأل حدا أن هذا الرد سوف يأتي، وبعتقد هذا الرد مش رح يطول، يعني مش رح ننطر أيام طويلة لنشوفه، يمكن تكون قصة خلال ساعات معدودة. هو الرد كان حكي عنه، يعني ما صدر عن حزب الله كان واضحا، إن قصفت بيروت أو الضاحية الجنوبية سنقصف تل أبيب ومدن إسرائيلية عديدة لم يطولها القصف من قبل. ولكن هل تعتبر إذا كانت عملية الاغتيال قد فشلت، هل ستتراجع إسرائيل عن الرد التي كانت تتحدث عنه
عندما اتهمت حزب الله بأنه هو وراء الصاروخ الذي استهدف المدنيين في جولان السوري المحتل. طبعا أنا ما بعرف بالعقل الإسرائيلي، لكن أنا عم حلل. بده يوصل بعد 48 ساعة على بيروت وزير الخارجية البريطاني ومعه وزير الدفاع البريطاني، وآموس هوكستين عطى إشارات، أنا حكيت عنها امبارح بحلقة، إلى أنه قد يأتي بعد الضربة الإسرائيلية. وعليه نعتقد أن الإسرائيلي نفذ العملية، ينتظر رد حزب الله ليغلق الحساب. هل غلق الحساب بهذه السهولة؟ أنا ما بعرف. نحن أمام جولة قتالية أكيدة، مدة هذه الجولة أيام ساعات أنا ما بعرف، لكن أنا أكيد مثل ما وقت استشهاد صالح العروري، وهي مش أول مرة بتم استهداف الضاحية، لكن الفرق أنه وقت استهدف الشهيد صالح العروري كانت شخصية فلسطينية في قلب الضاحية الجنوبية، الآن نتحدث عن استهداف للبنانيين في قلب الضاحية الجنوبية. حزب الله سيرد، ومن بعدها أو بتسكر الحساب وبنرجع لقواعد الاشتباك، أو بنذهب لأيام قتالية ما حدا بيعرف قديش مدتها. لما صار سقط الصاروخ في مجد الشمس، صدر التغريدة قيل إنها لسالم زهران، بتقول فيها إنه يعني بما معناه فلت الملاء، إنه خلاص الواحد، ولكن سرعان ما عدت ونفيت هذه التغريدة. هل بالفعل لم تقلها أو نصحت بأن تتراجع عنها؟ أول شيء حسابنا على تويتر يعني مش مخبى، في عليه 750 ألف متابع. لا كتبنا تغريدة ولا قلنا تغريدة، وأنا كنت أصلاً على قناة المنار وقت طلعت الإشاعة، وطلعت الإشاعة مش تغريدة، طلعت الإشاعة تصريح لقناة الجديد بالوقت اللي أنا كنت فيه مع زميلنا محمد أزان على قناة المنار. لا، أنا اللي قلته على المنار ليلتها، ليلة السبت، برجع بعيده مع حضرتك، نحن في أقرب نقطة ساخنة منذ 7 أكتوبر، ونعم المسألة في غاية الجدية، والدليل ما حصل أمامك على الشاشة من استهداف الضاحية الجنوبية، وهذا ليس تفصيل. هل سنذهب إلى هذه الحرب؟ أنا لا أستطيع أن أحسم، لكن أنا على يقين وعلى معلومات أكيدة أن الوسطاء حتى هلأ عم بيتصلوا. يعني آموس هوكستين بعد الضربة جرب يتواصل عبر أحدى الشخصيات مع عم بيتواصلوا لصالح مين سالم؟ عم بيتواصلوا لصالح أنه إسرائيل ما تضرب بيروت وتعمل عملية عسكرية على بيروت، أو عم بيتوسطوا أنه حزب الله ما يضرب إسرائيل؟ حلو السؤال. عم يتواصلوا بصراحة لحزب الله مش ما يضرب إسرائيل، لما يشد بالضربة على إسرائيل، لأنه الضربة على إسرائيل واقعة واقعة. لا، عم يسعى الأمريكي والبريطاني والفرنسي وغيرهم على أنه يكون الرد رد محدود، والعودة إلى قواعد القتال معمول فيها قبل الضربة. نعم. الخوف في خوف دولي جدي من أنه نتنياهو يكون عم بيستفيد من هذه اللحظة لكي يشعل الجبهة ولكي يورط الأمريكيين. نعم، الأمريكيون وغيرهم عم يسعوا أن يرد، أن يكون رد حزب الله رد محدود، ونعم هذه العملية هي تغير كبير في مسار القتال منذ 7 أكتوبر، ونعم هذه أقرب نقطة للانفجار، لكن لا تعني حتما أننا في قلب الانفجار. طيب، وردنا منذ بعض الوقت أنه مصدرين أمنيين لوكالة رويترز بأكدوا نجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. يعني وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين بأكدوا نجاة القائد الكبير، وهذا اللي بلشنا فيه حديثنا. نعم. ألا تعتقد سالم، أو ألا تتخوف من أن تكون هذه العملية، عملية الاغتيال الفاشلة، هي عملية تمويهية لعملية أكبر؟ يعني لهيون هون وهني ممكن يكونوا عم بيحضروا لعملية أكبر في مكان آخر؟ لا، من بداية الحرب إذا بدك استيستوني كان الإسرائيلي عم بيروح على الاغتيال، وحزب الله عم بيروح على استهداف المراكز العسكرية، وتم اغتيال تقريبا 3 قادة من الصفوف المتقدمة وعدد من القيادات الوسطى. وبالتالي لا، سياسة الاغتيال هي سياسة معمول فيها بإسرائيل من بداية طوفان الأقصى مع لبنان، والهدف كان هدفاً
كبيرا كما يصفه الإعلام العبري، وهو كبير بقامته المقاومة، لكن الحمد لله الله نجاه وعطاه العمر. برأيك هل هذه العملية، عملية الاغتيال، ولو كانت فاشلة قد تحل مكان يعني يقال بأن عملية عسكرية كبيرة وقصف وتدمير وربما مش عارف شو نحكى ستقوم به إسرائيل ضد لبنان؟ هل برأيك انتهت هون الخبرية أنه ردوا، هذا هو الرد، سيكون هيك بس؟ لن تجرؤ إسرائيل على أي اجتياح بري. وقت اللي سمحت السيد حسن نصر الله قال له لجالنت نتنياهو المركافة أو الدبابة اللي بدها تيجي من رفح مش رح تلحق توصل على جنوب لبنان. حماس بمساحة جغرافية ضيقة ومحاصرة وعشر أشهر من قصف وما قدرت ليهن إسرائيل. كيف بالك حزب الله وكل هذا المد الطويل؟ لا، المسألة هي على الشكل التالي: لا نزال ضمن قواعد القتال، إسرائيل تغتال وحزب الله يرد باستهداف قواعد عسكرية، وأعتقد أننا في الساعات المقبلة سوف نرى حزب الله يستهدف قواعد عسكرية إسرائيلية لم يتم استهدافها من قبل، ورح يسمعوا المشاهدين بأسماء جديدة لمراكز جديدة لقواعد عسكرية جديدة لمدى جغرافي أبعد. ولا مرة حزب الله استهدفهم من 7 أكتوبر، رح يدخلوا على خريطة النار. الرد آت، وهذا الرد سوف يكون رد صاروخي، لكن أعتقد كلا الطرفين لا يريدان الحرب الآن. قبل ما انتقل معك لبعض الأسئلة السياسية والوضع الداخلي ببيروت، إذا الشباب بيحضروا لنا مراسلينا ببيروت وبشمال فلسطين أيضا إذا بيكونوا موجودين معنا من القدس، أعتقد ستكون أحلام عثمان مراسلة قناة المشهد، ومن بيروت أيضا ستكون معنا سارة شحادي مراسلة قناة المشهد ليعطونا بعض المعطيات أو المصادر حول ما حدث الليلة، إذا كان هناك من معطيات جديدة وما هي التوقعات لما قد يحصل. بدي استأذنك استاذ سالم، تبقى معي بس دقائق معدودة، لكن أخذنا مراسلتينا بالقدس وببيروت. عم بيقولوا لي الشباب أنه بعضهم مش جاهزين على الهواء. سؤال كان بدي أسألك، خليني أسألك هلأ سالم، عندما وجه أمين عام حزب الله رسالة تحية وتقدير إلى وليد جنبلاط على مواقفه الوطنية، هل كان في هذه الرسالة رسالة إلى شخصيات درزية أخرى برأيك؟ لا، كل الشخصيات الدرزية اليوم السياسية هي شخصيات صديقة لحزب الله، وإذا كنت عم تلمح للأستاذ وئام وهاب فأكيد لا، مش مقصود صديقك وصديقنا الأستاذ وئام. والتواصل ليش صديقي مش صديقك؟ لحظة، ليش صديقي مش صديقك؟ صديقك وصديقي، قلت صديقك وصديقي. تفضل. صديقك وصديقي وخيك وخيي إذا بدك كمان. لا، مش هيك القصة، لكن موقف وليد جملاط موقف مميز بمكانة وليد جملاط داخل الطائفة الدرزية، وبصراحة كان في قلق أن يكون الإسرائيلي في هذه العملية عم يسعى لبذور الفتنة في المناطق الدرزية تحديدا بجنوب. وبذكرك بحادثة شوية اللي بتذكرها أستاذ توني، وقت اللي صار في نوع من الالتباس أو التماس بين المقاومين وبين أهل بلدة شوية اللي بنحبهم ومنعزهم. نعم. موقف وليد جملاط كبير، موقف المير طلال أسلان كمان كبير، ولكن يعني ممثل الطائفة الدرزية في إسرائيل في مقابلة معنا عندما سئل عن موقف وليد جملاط قال: أعتقد أن وليد جملاط لا يستطيع أن يقول غير ما قاله في الوقت الحاضر نظرا للوضع الأمني والسياسي القائم في لبنان، وبما معناه سيطرة حزب الله على لبنان. يعني وليد جملاط مش قادر يقول غير اللي قاله. أنت برأيك هل هذا الواقع اللي عم صحيح؟ بيحكي معك عم بيحكي لا، أول شيء اللي عم بيحكي معك من إسرائيل هو مش قادر يمكن يقول غير اللي قاله.
وقلنا له هيك الله نحن. زعيم وزعيم كبير زعيم وزعيم كبير وقوته بناسه، وانت بتعرف وليد جنبلاط بكثير محلات كان هو راس حربة بوجه حزب الله من 14 اذار وال 1559 والانسحاب السوري وجر. لكن وليد جنبلاط ما يسكن في عقله فكرة أساسية هي فكرة حماية الطائفة الدرزية، وبيعرف كثير منيح أنه اليوم مطلوب من الإسرائيليين وضع الدروز في مواجهة سوريا كدولة بسويدا وجر الدروز لمواجهة حزب الله. وما تنسى عندك منطقة جغرافية كثير مهمة بوادي التين بحصبية صايرة نقطة طلائي بين فلسطين المحتلة وسوريا ولبنان، جنوب لبنان تحديداً. وبالتالي وليد جملات حريص على طائفته وأبناء طائفته، وأنت أستاذنا وبتعرف أكثر مني، دائماً في المحطات الكبرى قال جملات يحرصون أولاً على مصلحة الطائفة ومن نعم. بعدها كل بعيداً بتجي. بعيداً عن العاطفة، علماً أنه التواصل بين الأستاذ وليد جملات وحزب الله بنقطع، وصار في أكثر من لقاء مؤخراً بإدارة وليد جنبلاط بين الحاج وفيق صفا الحاج حسين الخليل والنائب وليد جنبلاط. وأنا بجزم لك أنه الاتصالات الهاتفية المباشرة بين وليد جنبلاط ومسؤولين حزب الله تقريباً يوم أي يوم لا، وبعرفها وبعرف تفاصيلها. وبالتالي كان في سياق لهذه العلاقة وإشت الحادثة بعيداً بظروف علاقة جيدة. بعيداً عن عطفتك وتأييدك للمقاومة وما يعرف بمحور الممانعة في المنطقة، ألا تعتقد أن هناك خطأ ما قد طرأ على هذا الصاروخ الذي لم يكن يقصد المنطقة التي وقع فيها، ولكن يبدو كان المقصود مكانا آخر وسقط في هذه المنطقة وهو آت من جنوب لبنان، أو تسلم بالرأي الآخر الذي يقول إن هذا الصاروخ هو ليس من لبنان إنما هو من منظومة الصواريخ الدفاعية التي تستخدمها إسرائيل؟ شيل العاطفة عجل، وقت يلي الإسرائيلي بيرفض إنه يندف واليونيفيل يعني قوات الطوارئ الدولية الموجودة بالجولان والموجودة بجنوب لبنان تعمل تحقيق وكشف على مسرح المجزرة، هيدا بيأكد انه حزب الله معه حق. شايف يا استاذ توني لو الاسرائيلي بلحظتها وقف بنفس الثانيه وقال خلي قوات الطوارئ الدوليه الموجوده بقلب الجولان تجي هي تصور وتكشف وتاخذ بقايا الصاروخ، يمكن كان معك حق. هذا سبب. السبب الثاني، اقرب مركز للحادثه اللي صارت اسرائيلي بعيد 3 كيلو متر. طيب انه في يغلط المقاتل ب 100 متر 200 ب 300 بيغلط ب 3 كيلو متر. ثالث وحده، رماة حزب الله ماهرون وبينوا بالحرب قديش هن ماهرين، وبصيب الصاروخ من الطاقه بعرب العرامشي وبينزلوا بالاوضه اللي فيها الجنود الاسرائيليه. اذا واحد، رماة حزب الله ماهرون وشفتهم بالفيديوهات. اثنين، اقرب مركز عسكري اسرائيلي للحادثه بعيد 3 كيلو متر. ثلاثة، رفض الإسرائيلي إنه اليونيفيل واليوندوف وقوات طوارئ الدولية تيجي تحقق وتاخذ بقايا الصاروخ وتصور. طيب كل هول أستاذنا الكريم مين بحط بالشبهة، إسرائيل أو حزب الله؟ طيب دعني أنتقل إلى بيروت مجددا مع مراسلتنا سارة شحادي، مراسلة قناة المشهد. مساء الخير سارة. مساء النور. سارة، ما هي المعطيات الأخيرة التي توفرت لديك عما حصل في ضاحية بيروت الجنوبية؟ نعم، حتى الآن كل ما يتم الحديث عنه عن اغتيال شخصية بارزة لحزب الله لا يوجد أي تأكيد حول ذلك. تم نفي استهداف الشيخ نعيم قاسم، تم نفي استهداف أيضا أسامة حمدان، كذلك وفيق صفا. حتى يعني المصادر الأمنية تقول بأن فؤاد شكر رئيس غرفة العمليات في حزب الله خرج من المبنى قبل استهدافه بقليل، وبالتالي فشلت هذه العملية.
حتى الآن أشير بأنه سقطت ضحية، عدد من الجرحى من المدنيين، واثنين منهم بحالة حرجة. طبعا هناك تريث أيضا لصدور أي بيانات رسمية إن كان من الحكومة، يعني من اللافت الآن لا بيان صدر من الحكومة ولا حتى يعني تصريحات أيضا رسمية من قبل حزب الله صدرت. وسائل إعلام أيضا محلية كما أشرت تتحدث عن فشل عملية استهداف أي شخصية بارزة لدى حزب الله في هذه الغارة. بطبيعة الحال الأضرار في المكان كبيرة، خاصة بأنها منطقة مكتظة، هناك أضرار أيضا بمستشفى بهمن وهو ملاصق لهذا المبنى. كذلك أعمال الإغاثة هي تتواصل بسبب سقوط 4 طبقات من هذا المبنى المأهول الذي تم استهدافه. طبعا يعني اليوم يعني بعد هذا الاستهداف، المسؤولين الإسرائيليين قالوا بأن ليس لديهم نية ببدء حرب شاملة إذا لم يرد حزب الله. لكن يعني كما صرح حزب الله بعد حادثة مجد الشمس أن كل اعتداء إسرائيلي سيقابل برد، وبالتالي هنا لا نعلم كيف سيتطور الوضع الأمني وسيتطور الوضع العسكري. هل سيكون كما حصل وقت استهداف صالح العروري أم سيتوسع إلى حرب شاملة؟ طيب. نعم أريد فقط أن أشير إلى نقطة هنا. تفضلي. يعني في الشارع اللبناني أو انعكاس ذلك على الشارع اللبناني، رأينا هناك تهافت، بدأ التهافت على محطات البنزين كما مع كل حدث أو توتر يحصل في البلد، أيضا تخوف من انقطاع المحروقات أو حتى تفلت الأمور إلى حرب شاملة. والمفارقة أيضا أود أن أشير إلى أنني أتواجد هنا في بيروت أمام الواجهة البحرية، حيث استعد هنا آلاف المواطنين للمشاركة أيضا بحفل لأحد المشاهير، وبالتالي هنا يعني المشهد بالفعل يعكس شيء من التناقض. هذا ما تحدثت عنه، هذا ما تحدثت عنه في على الضاحيه، هذا ما تحدثت عنه في بدايه الحلقه. يعني هذا اللي قلت انه هذا الشعب اللبناني اللي ما عم نعرف يعني كيف بدنا نوصفه ايجابا او سلبا. يعني بالفعل بيروت تقصف، عمليات اغتيال، جنوب لبنان يقصف بالفعل، تهديد مباشر، والناس عم تسهر واقفه بالشارع عم تسهر. مين في حفله مين الليله؟ حفلة الشامي. الشامي ما كمان في مهرجان أعياد بيروت. أمامي فعلا يعني يتوافد ورائي عدد كبير من الناس للمشاركة في هذه الحفلة. يعني تخيلي يعني فعلا مشهد لا نعلم يعني يعني الحدث بحد ذاته هيدا له دلالاته، يعني إنه على بعد أمتار قليلة من محل ما أنت واقفة من محل الحفل عمليات غارة وعمليات اغتيال، العالم نازلة بالشارع رايحة تحضر حفلة، يعني شيء غريب، يعني شيء غريب. شكرا لك سارة شحادي، مراسلة لبنان لإثبات الفرح بكل الظروف. شكرا لك سارة شحادي مراسلة قناة المشهد، كنت معنا من بيروت. وقبل أن ننتقل إلى القدس مع أحلام عثمان مراسلة قناة المشهد لمعرفة ما هي الأجواء الإسرائيلية حول ما حصل اليوم في بيروت، أعود إلى سالم لأسأل سؤال مهم جدا. يعني سالم، أنت قلت لي أنه الشخصية الحزبية أو القيادية بحزب الله نجت لأنه غادر المبنى قبل ثواني، وقررت المعلومة منذ قليل مراسلتنا في بيروت. السؤال، من يعطي المعلومات لإسرائيل بأن هذا الشخص متواجد في هذه الأثناء في هذا المكان وليست المرة الأولى؟ هل إلى هذا الحد بيئة حزب الله أصبحت مخروقة أمنيا؟ شوف، الخرق فيكون نوعين، في خرق مادي عبر العملاء وفي خرق تقني كتير كبير. يعني اليوم أنا ببيتي بمكتبي، حضرتك ببيتك ببيروت، عندك كاميرا، هاي الكاميرا الإسرائيلي قادر اليوم يسيطر عليها ويفوت ويصور. أنا ما في أكد إذا كان في جاسوس على الأرض أو إذا كانت المسألة لها علاقة بالتقنيات، لكن أستاذ توني تطورت التقنيات لدرجة عقلك ما بيتخيلها. يعني امبارح كنت عم بقرأ شيء إن اليوم بالبراد وبالغسالة صاروا عندهم قدرة يكونوا حاطين عدة تتنصت عليك بقلب بيتك، وبالتالي لا، الإسرائيلي مش شرط يكون عنده عنصر بشري
وفي يكون عنده العنصرين، يعني في يكون عنده البشري ويكون عنده العده، لكن فشل العمليه دليل على ان اسرائيل لا تمتلك اللعبه الامنيه 100%، والا كانت العمليه تنفذت، مش هيك؟ وبالتالي في الامان اسرائيل دوله كبرى، اسرائيل على مستوى الصناعات والمسيرات العسكريه هي يمكن من اول 5 دول بالعالم، وبالتالي هذا الامر طبيعي. لا، في صراع طبعا، في جواسيس اكيد، والدليل طلع هلا على سجن رومي، بتلاقي الجواسيس بقلب الحبوسات. انا عملت وثائقي لقناه الميادين اسمه سقوط الاماره عن داعش، انعرض من شي 5 سنين، حد منه فت على ملفات العملاء، وكنا عم نحضر لوثائقي اخر. عندك كل اشكال العملاء، كل اشكال العملاء، سواء الموظفين او المسؤولين او الحزبيين او او او، لكن في مدرسه جديده اليوم داخل جهاز الامن الاسرائيلي هي مدرسه التكنولوجيا. انا حامل تليفون، حضرتك حامل تليفون، احنا بتسمعوا علينا وبيشوفونا وبيتفرجوا علينا 24 على 24. مش شرط الشخصية تكون حاملة تليفون، بس يمكن يلاقوا دكاني حد بيته مركب كاميرا، يفوتوا على الكاميرا يتفسطوا عليه. القصة معقدة طويلة، وهيك أحداث أمنية ما تصدق إنه فيها يعطيك الجواب بعد نص ساعة، بدك تنطر لك 10 15 سنة. بيتقاعد له شي ضابط بالموساد، بيعمل له شي فيلم على نتفليكس وبيحكي كيف صارت القصة، مثل ما هلا عم نشوف عمليات صارت بالسبعينات وبالثمانينات. نعم. وبالتسعينات. سالم، وزير الخارجية اللبنانية من كم يوم أو امبارح يمكن، ماني متذكر التوقيت مزبوط. نعم. بمقابلة معه يتبنى عمليات حزب الله ويتبنى الدعم الكامل لحزب الله، ويقول نحن مع حزب الله ومع عمليات حزب الله، ويهدد إسرائيل. هل برأيك أنه وزير خارجية الدولة عندما يتبنى كل هذا أليس توريطا للدولة؟ يعني اليوم إسرائيل عندها مشكل مع منظمة حزبية داخل هذه الدولة، لما يطلع وزير الخارجية يقول لك أنا بتبنيها، محط كل الدولة ومؤسسات الدولة ومقتدرات الدولة والبنى التحتية تبع الدولة كلها بمهب الريح، انه يصير يعني بدل ما تكون اسرائيل عم تستهدف فريق معين بلبنان، تصير عم تستهدف كل لبنان وحتى يمكن جيش لبنان. بيت الشعر له شطرين، حضرتك ذكرت الشطر الثاني اللي له علاقة بتصريح الوزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، يلي قال في موقف طبيعي هو إنه الدولة مع الحزب. لكن في شطر أول لازم ذكر حضرتك فيه أنت والمشاهدين، إنه سمحت السيد حسن نصر الله بخطابه الأخير شو قال؟ قال نحن كما في الحدود البحرية سلمنا ووقفنا خلف موقف الدولة، نحن في مسألة المفاوضات للحدود البرية وانتهاء الحرب نسلم الرأي إلى الدولة ونقف خلف الدولة. إذا حزب الله عم بيقول مفاوضات يا آموس هوكستين ويا بريطانيا ويا كل هالدول، معنا ما بتعملوها، تعملوها مع الدولة، والدولة اليوم مع الدولة اللي بتاخد سلم. خلينا نحكي لنا والعليا، مع الدولة اللي بتاخد توجيهاتها منا، ليش الدولة بيقدروا كانوا يوافقوا على أي شيء إذا حزب الله مش موافق؟ الحدود البحرية كان بيقدر الدولة يعطوا اللي عطيوه لإسرائيل لو لم يسمح حزب الله أو بغض النظر عنهم؟ يعني حزب الله سلم الدولة تما يقول إني أنا عم بتواصل مباشرة مع إسرائيل. ما كلنا لبنانية وعايشين بلبنان وبنعرف الموضوع. الحق عمين؟ لا توني، تعرف الحق عمين؟ الحق على الدكتور سامي جميل والدكتور سمير جعجع اللي عم يرفضوا يفوتوا على الحكومة. حلفاء حزب الله يتكتلون مع بعضهم البعض في الانتخابات النيابية، يدخلون سويا إلى الحكومة ويشكلوا الأغلبية في الحكومة، بينما معارضين حزب الله كل نهار نازلين بكوس بعض. يعني روح شوف اليوم الدكتور سمير جعجع وتصريحه تجاه الكتائب اللبنانية، أو العكس الكتائب وتصريحه تجاه القوات، أو العلاقة بين وليد جملاط وبين آخرين. مش مشكلة حزب الله إذا هو عامل ثنائية بينه وبين حركة أمل متينة ما بتنهز، وموحد طائفته وموحد حلفائه من خارج الطوائف، ونحن من خارج الطائفة الشيعية الكريمة، بينما الحق على الآخرين مش عم يتكتلوا. هلأ وقت اللي تكتل جبران باسيل وسامي جميل وسمير جعجع وقالوا ما بدنا سليمان فرنجية، ما قدر حزب الله يجيب سليمان فرنجية، والدليل هي قاعد بابن شعيب مش قاعد بعبده بالقصر الجمهوري.
وبالتالي لا، هذا الحكي منه صحيح. حزب الله يستفيد من أمرين: الأمر الأول الوحدة القوية والمتينة مع حركة أمل وحلفائه، والأمر الثاني ضعف تفتت مصلحجية خصومه وعدم اتفاق على سياسة واحدة. مش شغلة الفريق السياسي كمان يوحد خصومه، يعني أنت بدك تطلب من حزب الله يروح عشوائي يدفع فلوس لخصومه ويكتلهم ويجمعهم ويعمل لهم برنامج وأمانة عامة؟ مش شغلته هالشغلة، مثل كل الدنيا. يعني اليوم الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بتحضرهم شو بيساووا ببعضهم بالانتخابات، وصلوا للقتل عشوائي كمية ترامب. مش شغلة الحزب الجمهوري هو يعمل برنامج للحزب الديمقراطي، وبلبنان مش شغلة حزب الله يساعد خصومه. الله موفق حزب الله بخصوم مسطيل، ومش عم لاقي غير هالكلمة. وللمشاهد العربي مسطول يعني غبي. نعم، خصوم حزب الله أغبياء مصلحجية، بيكرهوا بعضهم البعض، بياكلوا من بعضهم البعض، بينهشوا من بعضهم البعض، بينما حزب الله وحلفائه روح واحدة، قلب واحد، يد واحدة. ما بتكون مشكلة حزب الله، بتكون مشكلة التاني يلي عم يشتري بيوت بباريس وبلندن وبأمريكا وعم يعمل قصور ومش عم يهتم بشعبه وناسه. مين عم يشتري بيوت؟ مين عم يشتري بيوت؟ سالم مين عم يشتري بيوت بباريس وأمريكا؟ ليك الأمير محمد بن سلمان، سموه الأمير محمد بن سلمان، ليش وقف الدعم عليهم الـ 14,000؟ لأنه أجته تقارير سعودية تقول له إنه إيران عاطي أقل من ما عاطي السعودية لجماعتها بلبنان. بس الفرق جماعة إيران عملوا أحلى مستشفى للقلب الرسول الأعظم، وعملوا أحلى مدارس عم تأخذ الأول بلبنان من هاي المدارس، وعملوا صواريخ وعملوا عدة وعملوا تنظيم، بينما الجماعة السعودية خير عليهم اشتروا قصور وبيوت وما وزعوا شيء على ناسهم. روح استضيف شخصية سعودية خليها هي تخبرك إنه السعودية حطت أكثر من 15 مليار من بعد 14 أذار، وين راحوا؟ كبير ماي مش عاملين يا زلمة، بلك تحط الحق حزب الله. لا، حزب الله جاب مصاري من إيران وعمل فيهم القوة، 14 أذار جابوا مصاري من السعودية واشتروا فيهم مجوهرات وسيارات وقصور لنسوانهم. هلا مش وقت هالحكي، شي مرة بنعمل نحن وياك هيك حلقة فضايح. سالم زهران، مدير مركز ارتكاز الإعلامي في بيروت، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذا اللقاء.